الحبشيه والقيم على الزاويه الحبشيه باصيله، سيحدثنا عن بعض الجوانب الطقوسيه للزاويه الحمدوشيه بالمقارنه مع باقي الزوايا الاخرى، بالاضافه الى تراث الزاويه الحمدوشيه. هذا التراث الشفوي، لماذا هذا بقى تراثا شفويا وما تكسبش؟ السلام عليكم. الحمد لله والصلاه والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصطفى احلى لون، نقدم الطريقة الحمدوشية بمدينة قصيدة والزاوية الحمدوشية. هنا كنجيو نشاركو هنا بالموسم ديال سيدي علي بن حمدوش، كل سنة كنشاركو القصائد ديالنا وكنجيبو الطائفة ديالنا كاملة وكنحيو الموسم مع باقي الطوائف الأخرى. الزوايا كانت الزاوية مدينة قصيدة كانت شوية بحال مثلا بحال بدات كتترك الغيرة ديال الشباب ديال المدينة. قبل كان كيجي الموسم ديال مولد النبوي الشريف، كانوا بزاف ديال الطوائف قبل كيعودوا 15 طائفة ديال العمة الشام جميع، لأن أصيلة جدا بها بوادي ديالها، كل بلدية عندها الطائفة الحمدوشية ديالها، وكيجيو تما وكيتعودوا الطوائف طائفة مور طائفة، وداك الشيء بدا كيندثر. وكان كينقاسم القسامة واحد النوبة مبقى والو، بقى الطايبة واحدة من بعد مبقاش داك الشيء شي عامين ما كاين حتى حاجة. نوضنا حنا مجموعة الغيرة ديال على التراث الحمدوشي مع مجموعة الشباب، اقترحنا نكونوا واحد المجموعة واحد الجمعية يعني نحيو هاد التراث، وجينا عمرنا الزاوية وبدينا كنعلمو الإخوان وحنا غاديين في الطريق إن شاء الله. ودابا المدينة لقينا الناس معطشين من ديك الحمدوشية، عائلة حماد الشاب الدم ديالهم وداك الشيء جاو دابا معنا، حنا غادي ان شاء الله الطريقة الحمدوشية. وكنشاركوا المواسم، الموسم مثلا كيتقال كل جهة مثلا كيعملوا الموسم ديالها وكيعرضونا كيعرضوا على الطوائف. الموسم جميل كيبدا الطريقة الحمدوشية، كنبداو بالحزب ديال الولي الصالح الشيخ العارف سيدي علي بن حمدوش قراو الورد ديالو، كنبداو نديرو قصائد الحمدوشية على الطريقة الحمدوشية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. كل شيء ديال القصائد اللي كنديرو كاملين قصائد دينية وقصائد أغلبها جلها في المدح ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا الشهر الميلود شهر مبارك يتقام الموسم، كيكون الموسم الكبير هنا في سيدي علي بن حمدوش، كيجيو جميع الطوائف المغرب كامل كيشاركوا، وحتى حنا كنكونوا المدينة ديالنا. وهادشي القصائد يعني القصائد ماشي شفويه، قصائد شفويه وهي اصلا كتبوها شعراء في هذا الشيء ديال التصوف. وبقات غدا ابا عن جد، كتولد من الحفاظه والفقراء، الفقراء كنقول احنا هما الفقراء الى الله، والمريدين كيكونوا في الزوايا. بقى داك الشيء ما ظهرش، وبدينا كنقلبوا القصيده الكتابه ديالها مكتوبه وداك الشيء، نحفظوا الدراري كل القياسات كل واحد القياس ديالها. والفضل كامل كيرجع دابا انا المقدمية اللي غاديين بهاد الغيرة ديال الحمدوشية باش ما تنضاد وقع شي اندثار وداك الشيء. وكنجيو هنايا لسيدي علي بن حمدوش الموسم الشيخ الطريقة الحمدوشية سيدي جمال، يرحب بنا ويرحب بجميع الطوائف كاملين، وكيبذل مجهود كبير هو والشرفاء باش السمعة تبقى سمعة دينية، كاع شي واحد الله يسمع له بالعفو عليهم كياخذوا ديك الحاجة شي حوايج. أما هي الطريقة صوفية والولي الصالح كان عند الولي، الناس كياخذوا منه العبار وكان كيقدم دروس الدين والوعد والإرشاد، وحنا كنقيموا هذا الموسم هادشي زين. شكرا. ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.